بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أنا ناصر الحربي، مؤلف كتاب القدرات تقدر. في هذا الكورس أنا حتكلم عن اختبار القدرات. اختبار القدرات اللي أصبح متطلب أساسي للدخول الجامعة هو الاختبار نفسه، اللي للأسف أصبح عقبة لكثير من الطلاب والطالبات في طريقهم للجامعة. حتكلم عن أقسام الاختبار، حتكلم عن القسم اللفظي، حتكلم عن القسم الكمي، وحتكلم أيضا عن أقسام جديدة. أهم من هذا كله أنا حتكلم عن السر اللي عرفته عن اختبار القدرات تقدر إن شاء الله أنك تجيب درجة عالية، وعشان كذا سميت كتابي على القدرات تقدر. حتكلم برضو عن النسبة الموزونة وكيف أن اختبار القدرات يأثر على النسبة الموزونة. أكيد تسأل إيش بتستفيد من مشاهدة هذا الكورس. باختصار، بإذن الله على نهاية الكورس أنت قادر على أنك تحصل على درجة عالية تمكنك من دخول التخصص اللي أنت تبغاه. أنا متأكد أن الكورس بيكون ممتع. انتظركم، انتظروني.